في يوم يشهد له التاريخ بالصمود والإباء في الذكرى 46 للحركة التصحيحية المجيدة، أقيم حفل لتكريم أسر الشهداء وذويهم في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. نحن عم نتكرم بأسر الشهداء، مو عم نكرمهم. نحن ننحني أمامهم، أمام كل شهداء سوريا، أمام كل ذوي شهداء سوريا، والله يرحم الشهداء اللي هن كانوا بوابة النصر لسوريا. الله يرحم كل شهيد قدم دمه فداء لسوريا ويشفي كل الجرحى. بهالمناسبة العظيمة تحية صادقة لقواتنا المسلحة. حق العالم أن يذهل أمام صمود أولئك الأبطال الرجال الأشداء الذين يدافعون عن ثرى هذا الوطن الطاهر من أجل أن ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار. أجل، إنهم أبطال الجيش العربي السوري الذين سطروا بدمائهم ورووا بدمائهم وأرض هذا الوطن. الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في ساحات الوغى دفاعا عن عزتي ومجدي وكرامة سوريا. سوريا إن شاء الله بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد منتصرة، وستبقى شوكة في حلق أعدائها وستحقق انتصاراتها طال الزمان أم قصر. الحفل تضمن كلمات للحضور الذين أكدوا فيها على عظمة الشهادة والشهيد الذي ضحى بأغلى ما يملك لتبقى سوريا عزيزة شامخة. أنا بعتز بالشهداء سوريا كلهم، بعتز بابني محمود سعيد بري الله يخليه ويرحم شهداء سوريا، بدي منه الدكتور بشار الأسد، ونشكر سيادة الوزير على هالمبادرة الحلوة، والله ينصر سوريا يا رب، إن شاء الله النصر قريب. نحن صحيح ضحينا وقدمنا شي غالي، بس بالنهاية يعني عم نلاقي أنه هالتكريم يعني جزء كتير منيح، بيرفع معنوياتنا، بيرفع معنويات الكل. يعني باسمي وباسم ذوي الشهداء بتشكركم على هالمبادرة الكريمة. حلو هالتكريم، هيك يعني بحس الواحد كمان أنه بخفف شوي من حزنه. والله يرحمه الشهيد أغيد حربة، مهندس، خلص ماجستير، سجل دكتوراه، انطلب على الجيش، قال بدي لبي أنا الدعوة، وقاله 5 سنين وهي السنة السادسة. سوريا بهمة أبنائها وبتضحيات أبطالها ستبقى صامدة رغم كل التحديات، فالمحبة والحضارة هي عنوان السوريين ورسالتهم إلى العالم منذ فجر التاريخ.